يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقوم بأكل البصل أو الثوم، هل يكون فعله هذا عذراً له في أداء في ترك أداء الجماعة؟ ما هو بعذر، يأثم بهذا، لا يروح للمسجد يؤذي الناس ويأثم وتفوته صلاة الجماعة ويفوته الفضل، هذه عقوبة له، ما هو بترخيص له، ما هو بإذن له، وإنما هو عقوبة له، تفوت عليه صلاة الجماعة ويفوت عليه أجر الجماعة ويأثم بترك الجماعة، لأنه هو المتسبب، هو المتسبب في ذلك. نعم. يقول: ورائحة الدخان هل تقاس على رائحة البصل والثوم؟ أشد، رائحة الدخان أشد، لأن الدخان محرم، رائحته خبيثة وهو محرم ومعصية. أما الثوم والبصل فرائحتهما خبيثة لكنهما مباحان، ففرق بين هذا وهذا، هذا أشد. نعم.